رياضية ومشاهدينا، وزارة الاستثمار قامت بتنظيم معرض بعنوان اشتري المصري. هذا معرض بيقام في أرض المعارض بمدينة نصر من في الفترة من 19 ل 28 ديسمبر الحالي، بمشاركة 100 شركة مصرية على مساحة 4000 متر. بيشترط في المنتجات اللي بتعرض في هذا المعرض انها تكون منتجات مصرية وليست منتجات أجنبية، بالتالي طبعا ده باين من اسم المعرض وهو اشتري المصري. نتابع هذا التقرير ثم نعود لنبدأ حوار حول هذا الموضوع. تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، أهداف رئيسية لقطاع التجارة والصناعة في مصر. ولتحقيق هذه الأهداف لا بد من التحرر من قيود الاستيراد والتبعية. فربما جاء هذا المعرض تحت اسم اشتري المصري للسنة الثالثة على التوالي كخطوة في هذا الاتجاه. السنة دي الدورة بتتميز ان فيها 100 شركة مصرية من الشركات المتميزة في كافة المجالات الانتاجية، سواء المفروشات او الاجهزة الكهربائية المنزلية او الاساس او الصناعات الغذائية. المعرض السنة دي بيقام من يوم 19 ليوم 28 ديسمبر، من مفتوح للجمهور مجانا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء. معرض اشتري المصري بيختصر المشاركة فيه على الشركات المصرية والمنتج المصري، تشجيعا من الهيئة للمنتجين المصريين، وده الهدف الرئيسي من المعرض. الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات رعت في اختيارها للشركات العارضة أن تقوم بعرض أحدث ما وصلت إليه الصناعة المصرية من تقدم ورقي وملائمتها لاحتياجات المواطن المصري من حيث الجودة والذوق والسعر المناسب والتنوع. في ميزتين مهمين جدا جدا، اولا ان احنا احتياجاتنا نلاقيها فيه ونلبي احتياجات الاسره كلها، ما ندورش على اي مكان او نسافر بره ولا حد يجيب حاجه من بره. الحاجه الثانيه ان احنا بنوصل رساله للعالم كله ان احنا بنقول ان مصر بخير وبامان. بدليل ايه؟ ان احنا عايشين حياتنا الطبيعيه العاديه، في عندنا معارض، في تسويق، في كل حاجه، في سياحه، في كل حاجه. حاجه عظيمه جدا وحاجه مشرفه جدا وحاجه بنقول للعالم كله ان مصر موجوده اهي، والانتاج بتاعنا موجود، وناس بذل مجهود وعايزة تقول ان مصر بلدنا بخير. فكرة حلوة، وخبال حضرتك بتشجع على الايه، يعني بتشجع على نمو الاقتصاد المصري وازدهاره بمعنى اصح يعني. وبعدين الميزة الحلوة ان المعرض معمول السنة دي على اساس ايه، اشتري المصري، بمعنى ان احنا بنشجع الانتاج بتاعنا يعني. الهيئة راعت ايضا تقديم بعض التسهيلات والخدمات للشركات المشاركة في المعرض لرفع الاعباء عن كاهلهم في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، ولاعطائهم فرصة لترويج منتجاتهم وزيادة مبيعاتهم باسعار تناسب المستهلكين، مما يساعد على تنشيط التجارة الداخلية. صنع في مصر عبارة تراجعت قراءتها على المنتجات لتفاقم المشكلات في الصناعات المصرية، ليأتي معرض اشتري المصري ليكون لبنة جديدة في إعادة بناء انتشارها. عمرو عبد العزيز، النيل. رجعنا لكم تاني مشاهدينا لنبدأ أولى حواراتنا في هذا الصباح حول هذا الموضوع تحديدا، وهو اشتري المصري أو صنع في مصر. هذه العبارة زي ما قال زميلنا عمرو عبد العزيز في هذا التقرير، إن اشتري المصري أو صنع في مصر عبارة يعني يمكن كلنا كنا بنتخوف منها وبنلجأ للمنتجات الأخرى علشان المشاكل اللي كانت موجودة في الصناعات المصرية، ولكن أعتقد هذه المشاكل تلاشت إلى حد كبير، والمنتجات المصرية بقى ليها صيت وبقت بتروج بشكل كبير خاصة في مصر وأيضا في الدول العربية. يسعدنا أن يكون معنا للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ عبد الناصر محمد، مدير تحرير جريدة الاقتصادية. صباح الخير أستاذ عبد الناصر. صباح الخير أستاذ عبد الناصر. حضرتك في البداية يعني خلينا نسأل على أهمية هذه المعارض بالنسبة لترويج عملية البيع والشراء وتنشيط السوق المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك طبعا ان هذه المعارض بتلعب دور كبير قوي في زياده حجم المبيعات، وده بيساعد على القضاء الى حد كبير على حاله الرقود المسيطره على الاسواق منذ فتره طويله، وبيشجع
المستهلك المصري على ان هو يشتري المنتج المحلي اللي هو صنع في مصر بالفعل. يعني بس انا كان عندي تعليق فيما يتعلق بهذا الاكسبريشن اللي هو صنع في مصر، هو احنا كنا بنعتمد عليه خلال يمكن منذ اكثر من 20 و30 سنه فاتت، ولكن في اطار السوق الحر ان حصل انفتاح خطير، وده في الوقت اللي تراجعت فيه قوه الصناعه المحليه، وبالتالي يكاد يكون اختفى هذا الشعار الجميل. هو خاصة يعني زي ما احنا عارفين ان صنع في مصر كان في بعض المشاكل يعني في الصناعات المصرية، هل نقدر نقول ان هذه المشاكل مقارنة بالصناعات او مقارنة بالمنتجات المستوردة تلاشت في الفترة الحالية، ام ما زالت هناك بعض المشاكل اللي بتواجه المنتجات المصرية؟ لا طبعا هو ما زالت المشاكل موجودة. يعني احنا على سبيل المثال هتلاقي ان الصناعة الوطنية مكبلة بقيود عديدة، ومنها حالة الانفتاح على الاسواق العالمية والخارجية، وخصوصا بعض الدول اللي اصبح يعني شعار صنع في بلدها ده، يعني زي الصين مثلا هذا الشعار اصبح منتشر، ويمكن هتلاقي المنتجات الصينية موجودة في كل بيت في الوقت الحالي، وده كمان يعني العالم كله. يعني بالنسبه لمصر، لا اصل بالنسبه لمصر وضع مختلف، العالم كله بي بي بتخش هذه المنتجات عبر قنوات شرعيه. اما بالنسبه لمصر احنا عندنا حوالي 70% من المنتجات الصينيه اللي موجوده في الاسواق المحليه دخلت عن طريق بوابه التهريب، وده طبعا خسر الدوله كتير قوي، وفي نفس الوقت خلى السعر منافس بالنسبه لل يعني اقل بكثير من وخاصه ان الصين بقت بتنتج كل حاجه، يعني ما فيش حاجه ما بتعملهاش. وهو ده الفكر اللي المفروض ان احنا نتبناه في الفتره الحاليه. لازم طبعا احنا علشان نشجع الصناعه المحليه، اولا نزيل القيود، نوفر السيوله اللي هي تجعلها قادره على التوسع في خطوط الانتاج لديها، بتشجعها بكل ده امور بتشجعها على ان هي طبعا تنتج لنا منتج جيد، وفي نفس الوقت يبقى ايه سعره مناسب، وخصوصا لما انا هخفض التكلفه، لما اخفض التكلفه بتاعته اكيد هيبقى هو منافس للمنتجات المستورده اللي هي هتخش بطريق برضه مشروع، علشان برضه ايه في قيود بتفرض على المنتج المحلي، وخصوصا عمليه الضرائب اللي هي المتعدده.